برحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. اللجنة العليا تعلن أن نسبة الإقبال على انتخابات المرحلة الأولى بلغت 26.5% بنحو 7,270,000 ناخب، وفوز 4 مرشحين وقائمة في حب مصر بالصعيد والدلتا. آلاف المصريين ينتهون من احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي وسط إجراءات أمنية مشددة. الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بهدفين في مرمى وادي دجلة. والأهلي يستهل مشواره بلقاء طلائع الجيش اليوم.